سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله عز وجل، فالتقوى شعار المؤمنين ودثار المتقين، ووصية الله تعالى في وفيكم وفي الناس أجمعين. ثم أما بعد، معاشر الإخوة والأخوات من المؤمنين والمؤمنات، لا زال الحديث متصلا ومسترسلا، ولا زلنا نعيش مع هذه الآية العظيمة، آية الكرسي. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، آية الكرسي، آية جليلة القدر، عظيمة الشأن، رفيعة المنزلة، بينة المهابة. آية الكرسي لها حلاوة وعليها طراوة، يرتاح لها الفؤاد وتأنس لها النفوس وتستروح لها الروح. آية الكرسي حفظها أمن وأمان، قراءتها روح وريحان، وهي أجل وأعظم آية في القرآن. فهل تدبرتها أيها الإنسان؟ هل تدبرت هذه الآية العظيمة وأنت تقرأها في الصباح والمساء؟
في الصباح ذهب أبو هريرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له عليه الصلاة والسلام: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك البارحة؟ ما فعل أسيرك البارحة؟ قال: يا رسول الله، زعم أن عليه عيالا وأن به حاجة شديدة فأطلقت سراحه. قال: أما إنه قد كذبك وسيعود. ثم عاد الليلة الثانية وكان من أمره مع أبي هريرة الليلة الأولى، ثم عاد الليلة الثالثة فقال له أبو هريرة رضي الله عنه: والله لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه 3 ليال وأنت تزعم أنك لا تعود وتعود. فقال هذا السارح، قال: ألا دعني أعلمك كلمة، دعني عنك إلى تأخذني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا ترفعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. قال: ما هي؟ قال: إذا أنت أويت إلى فراشك، إذا ذهبت لنومك وإلى فراشك، إذا أنت أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى آخر الآية، فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فأطلق سراحه، خلى عنه. فلما جاء الصباح ذهب أبو هريرة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له عليه الصلاة والسلام: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك البارحة؟ قال: يا رسول الله، زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها. فقال لي: كيف وكيف وكيف، أي إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي. فقال عليه الصلاة والسلام، قال: أما قال: لقد سرقك وهو كذوب، سرقك وهو كذوب، أتدري من تكلم منذ 3 يا أبا هريرة؟ أي أتدري هذا السارق الذي تكلمه منذ 3 ليال؟ قال: لا يا رسول الله، لا أدري. قال: ذاك شيطان، ذاك شيطان، هذا الشيطان يوصي بآية الكرسي: صدقك وهو كذوب. أي إن ديننا وطبيعة الشيطان هي الكذب، ديننه الكذب بالإغراء والوسوسة. ولكن هنا صدق، هنا صدق إبليس، هنا صدق الشيطان، صدقك وهو كذوب. إذا آويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي فإنها حافظة للإنسان طاردة للشيطان. لا ينبغي أن نجعل من بيوتنا أوكارا لشياطين الجن والإنس. أصبح البعض منا الآن بيت نومه أو غرفة نومه عبارة عن ماذا؟ الأجهزة منه عن اليمين وعن الشمال، أمامه التلفاز والفيديو والاستوديو وآلات التحكم أمامه والهواتف الثابتة والمنقولة، وكأنها ليست بغرفة نوم، كأنه في غرفة المراقبة، في غرفة مراقبة الطيران. ما هكذا ينبغي أن تكون غرفة نوم المؤمن. إذا أنت أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي. ولذلك لا غرو ولا عجب أبدا، لا ينبغي أن نتعجب إذا سمعنا السواد الأعظم من المسلمين يشكون من المس ومن السرع ومن وجود الشياطين ومن تلبس الشياطين بهم وبأسرهم وأبنائهم وبناتهم وزوجاتهم، لأننا طردنا الملائكة من منازلنا وأحضرنا شياطين الإنس والجن. فالإنسان لا ينام ومتكئ،
الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الحي القيوم، هذان الاسمان كما مر معنا على رأي كثير من أهل العلم أنهما اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، الحي القيوم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من قوله يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. وقد روى هذا الإمام الترمذي بحديث حسن حسنه الإمام الألباني أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا كرره عمرو، إذا حسده عمرو، إذا اشتد عليه الأمر قال يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. وذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، ذكر رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى: ومن تجريبات السالكين، أي السالكين عند الله، ومن تجريبات السالكين أنه من أدمن على قول يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت أورثه الله حياة العقل والقلب. من أدمن على قول يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت أورثه الله حياة العقل والقلب. الحي القيوم، الحي اسم من أسماء الله الحسنى، ويسمى به غير الله أيضا، كما في قوله تعالى: يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي. ولكن الاشتراك في الاسم لا يستلزم التماثل في المسمى، فإن حياة الله ليست كحياة خلقه، حياة الله ليست كحياة الخلق، حياة الخلق حياتي وحياتك وحياة الخلائق كلها مسبوقة بعدم وملحوقة بفناء، مسبوقة بعدم، حياتنا مسبوقة بعدم. هذا على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، هلك على الإنسان، وهل هنا بمعنى قد، أي قد أتى على الإنسان حين من الدهر ما كان شيئا أبدا، كنا عدما، فوهب الله لنا هذه الحياة. وبعد أن تنتهي آجالنا وبعد انتهاء آجالنا سلفنا، مسبوقة حياتنا مسبوقة بعدم وملحوقة بفناء، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل شيء هالك إلا وجهه، إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. هذه حياتنا ناقصة مبدوعة مسبوقة بعدم وملحوقة بفناء، لكن حياة الله تختلف، حياة الله سبحانه وتعالى تختلف، فليست مسبوقة بعدم ولا ملحوقة بفناء، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، هو الأول ليس قبله شيء، وهو الآخر ليس بعده شيء، وهو الظاهر ليس فوقه شيء، وهو الباطن ليس دونه شيء سبحانه وتعالى. الحي القيوم، القيوم على وزن فيعول، وهي الصيغة المبالغة، والكلمة مأخوذة من القيام. القيوم أي القائم بنفسه القائم على غيره سبحانه وتعالى، القائم بنفسه، قيامه بنفسه يستلزم الاستغناء عن كل شيء، فالله غني عن كل شيء، غني عن العالمين، والله غني حميد.
غيره لا يقوم إلا برب الأرض والسماوات، قائم بنفسه قائم على غيره، فهو قيوم السماوات والأرض. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، ما من نفس بل ما من شيء خلقه الله إلا وهو بأمر الله قائم بقيومية الله على خلقه، الحي القيوم. ولذلك هذان الاسمان الجليلان العظيمان اجتمعا فيهما الكمال الذاتي والكمال السلطاني. الكمال الذاتي في قوله الحي، فهو ذو الحياة الكاملة، ذو الصفات الكاملة سبحانه وتعالى. أما الكمال السلطاني ففي قوله القيوم، قيوم السماوات والأرض. فالإسمان فيهما الكمال، فيهما كمال الصفات وكمال الأفعال، الحي القيوم. ومن كمال حياته وقيوميته سبحانه وتعالى أنه لا تأخذه سنة ولا نوم. من كمال حياته أنه لا يحتاج إلى النوم، فالنوم نقص لا كمال. النوم نقص، والله سبحانه وتعالى صفاته وأسماؤه أسماء الحسنى وصفاته صفات عليا. من كمال حياته وكمال حياته أنه لا يحتاج إلى النوم، ومن كمال قيوميته على خلقه أنه لا ينام. ولذلك ورد في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، بل وكيف ينام وهو قيوم السماوات والأرض. وفي هذا أعظم تطمين من المعبود للعابد ومن الخالق للمخلوق. ليس هناك أعظم تطمين من المخلوق من الخالق للمخلوق كأن يقول لك ربك وسيدك وولي أمرك وولي نعمتك: يا عبدي نم أنت ملء جفونك، نم أنت يا عبدي قرير العين، فربك القيوم لا ينام. تصور، تخيل يا عبد الله وأنت يا عمة الله، لو أوكل الله عز وجل إليك أمر القيام على أمر ذاتك، كيف تصنع وأنت تريد أن تنام؟ كيف تصنع بذاتك وبأجهزتك الداخلية من دقات القلب ومن حركة الشهيق والزفير ومن إدخال الأكسجين إلى المخ وأنت نائم؟ ولكن الله عز وجل القيوم على أمرك وعلى شؤونك وشؤون العالمين، يقول لك: لم أنت يا عبدي لا تخشى شيئا، فالكل يبقى على ما هو عليه، دقات القلب على ما هي عليه، حركة الشهيق والزفير على ما هي عليه، حركة الدودة الأمعاء الدودية تبقى على ما هي عليه، لأن ربك الحي القيوم لا ينام. الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة هو بداية النوم أو النوم الخفيف، بعكس النوم الثقيل فإنه السبات. السبات النوم الثقيل هو السبات أو النوم الثقيل بخلاف السنة. ولذلك عطف الله عز وجل النوم على السنة، والقاعدة المقررة عند العلماء أن حروف العطف
له ما في السماوات وما في الأرض. أي كيف ينام؟ كيف تأخذه سنة ولا نوم؟ وله ما في السماوات وما في الأرض. الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. نكمل ونكمل الكلام بعد جلسة وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقوتنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته وأصحابه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، معاشر الإخوة والأخوات من المؤمنين والمؤمنات، قلنا هذه الآية العظيمة آية الكرسي اجتمع فيها من دلائل وبراهين الربوبية والألوهية ما لم يجتمع في آية أخرى، فلذلك كانت حريا بأن تسمى أعظم آية في كتاب الله عز وجل. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، أي هو قيوم السماوات والأرض، وهو قائم على كل نفس بما كسبت، فكيف تأخذه سنة أو نوم؟ لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، له خبر مقدم وما مقدر مؤخر، وهذه الجملة فيها تقديم وتأخير، والتقديم والتأخير هنا من أبلغ سيّر الحصر. له ما في السماوات وما في الأرض، أي له وحده لا لأحد غيره، له وحده، فالملك ملكه، والتدبير والتدبير تدبيره، والخلق خلقه، والسماء لا أحد يملك معه شيئا، له وحده، له ما في السماوات وما في الأرض. واللام للتنبيه، له أن يملك ربنا سبحانه وتعالى الملك لله على وجه الإطلاق، هو لله سبحانه وتعالى له ما في السماوات. ما في السماوات؟ السماوات ظرف لمظروفات. ما في السماوات؟ فكل ما في السماوات من الملائكة أو غير ذلك من خلق الله الذي لا نعلمه، كل ذلك ملك لله. إن كل من في السماوات ومن في الأرض إلا آتي الرحمن عدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا. من في السماوات ومن في الأرض؟ كلهم ملك لله، كل المخلوقات عبيد لله سبحانه وتعالى، له ما في السماوات وما في الأرض. ما في السماوات من الملائكة، ولذلك جاء في الحديث الصحيح وفي موطأ الإمام مالك قول النبي عليه الصلاة والسلام: أرقت السماء وحق لها أن تعط، ما من موضع قدم إلا وفيه ملك قائم أو راكب أو ساجد لله رب العالمين. وعلى مدى السماوات السبع، له ما في السماوات وما في الأرض. ما في الأرض من الآدميين والحيوانات والعشماوات وكل ما خلقه الله تحت الأرض، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، كل ذلك من كل الله سبحانه وتعالى على وجه الحقيقة، له ما في السماوات وما في الأرض. إذن فالذي يملك السماوات والأرض ومن فيهن، والحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، حري بالعاقل من عباد الله، حري بك أيها المسلم، حري بك أيها العاقل من الإنسان، ألا
تصرف شيئا من عباداتك إلا من توفرت فيه هذه الصفات العليا، هذه الصفات المثلى، هذه الأسماء الحسنى. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يئوده حفظهما، وهو العلي العظيم. احفظوها واقرؤوها واكثروا من قراءتها الليل والنهار وأدبار الصلوات، فإنها حافظة للإنسان طاردة للشيطان. ثم اعلموا رحمكم الله أن الله أمركم بالصلاة والسلام على الشفيع يوم الزحام. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صاحب أعظم عظمة وأكرم رسالة، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم اكسلنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا. اللهم إنا نسألك قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما وملكا كبيرا. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شيء شر. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم وفق المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم وفقهم لطاعتك وحسن عبادتك يا رب العالمين. اللهم وفق المسلمين حكاما ومحكومين، اللهم وفق ملك البلاد وأميرها عبدك محمد السادس إلى ما تحبه وترضاه. اللهم أريه الحق حقا وارزقه اتباعه، وأريه الباطل باطلا وارزقه اجتنابه. اللهم ارزقه البطانة الصالحة يا رب العالمين، وأبعد عنه بطانة السوء يا رب العالمين. اللهم وفق المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم وفق الأحياء ويسر لهم أمورهم، وارحم الأموات ووسع عليهم قبورهم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحم أمواتنا، اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم اصلح شبابنا، اللهم اصلح شباب المسلمين، اللهم أبعد عنهم المخدرات والمسكرات وسائر المحرمات، اللهم أبعد عنهم فقراء السوء يا رب العالمين. اللهم استر نساءنا وبناتنا، اللهم ألبسهن لباس التقوى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأستأذنكم أيها الإخوة والأخوات بعد إذنكم أن أتغيب عنكم إن شاء الله عز وجل 3 أسابيع، على أن أعود بعد ذلك بفضل الله عز وجل لنواصل المسيرة معكم. فادعوا لنا بارك الله فيكم، وإلى أن نلتقي إن أذن الله باللقاء، وبارك الله فيكم أجمعين.